السلام عليكم، مرحبا بكم. غازي باشا معاكم، 24 سنة، ونحن تو موجودين في أتوليه متاع نجارة في تونس العاصمة. نحن في الأتوليه لهنا سبيسياليزي أون موبل أون بانو، نصنع معناها لي دريسينغ، لي زارموار، لي كويزين. خدمتها تتمثل في دراسة القطعة اللي باش نخدموها، باش تطلب بانو ام دي اف، باش تطلب كوفروشون، ثم نتعداو للسياج اللي هو على السي سيركولير. من بعد البلاكاج على البلاكوز دو شون، واخر مرحله اللي هي لاسومبلاج تاع القطعه اللي درسناها من الاول. نحب الخدمه هذه ملي كنت صغير، هي خدمه الوالد وكبرت معاها، كنت نمشي معاه لاتوليه ملي انا صغير، نمشي نركب معاه. مع الوقت معناها تكون لي غرام، من بعد مشيت عملت فورماسيون، ثم هاني نخدم الحمد لله. اكثر حاجه نعمل عليها كيف في الخدمه هي التحدي تاع الخلق، تاع انك تخلق في النهايه معناها عباره قطعه فنيه. يعني كانت لوح، كانت ماهيش موجوده، عندك مجموعه مكونات وعندك ادوات باش تستعملهم كيما الماكينات باش تستعملهم، في النهايه باش تخرج بقطعه اللي هذيك تفرحك. التحدي هذاك بيدو احسن حاجه خليني شيخ على الخدمه هذه. صعوبات الخدمه هذه تتمثل مثلا في التركيز، لازمك تكون ديما مركز في القصان مثلا، على خاطر اي غلطه باش نجر عليها خساره في المواد الاوليه. نجارة فن يا جماعة، وفن عظيم ياسر، وننصح به أي إنسان يرى في روحه أنه قادر يولي فنان، بمعنى يشوف في روحه كرياتيف وعنده حب للعمل اليدوي ورغبة فيه.